بس عبرنا عنه بالشكل المرسوم بالبيان. لذلك ان يكون حرف العله في اوله واو، فتحذف العلامه حذف. حذفت الواو من المعتل المثال في حالتي المضارع والامر. الجذر او تاتي به المضارع حاله الامر يتبين لنا اصل هذا مما قلنا اليوم انا بالثانويه الصحيه جاي لاتعلم. من قبل كنت ادرس بثانويه البنات، بس اخترت هي الثانويه لانه في اول شيء المواد الاساسيه تبعيت اللي بناخذها انا اليوم 11 عم ناخذ المواد الاساسيه مضاعفه على المواد العلميه الطبيه. وبشكر الكادر المدرسة تبعت الثانوية الصحية، طبعا التدريس هون كتير ممتاز ونحن مرتاحين مع الكادر. وبتمنى انه كل حدا بده يفوت بمجال الطب يبدأ مشواره بالثانوية الصحية، وانا حابة اكمل بعد الثانوية الصحية بجامعة فن التخدير. ولد يلي لدو للموت وابنه للخراب، هذا مثال لقول مين الشاعر كان؟ نسيم. أهلا وسهلا بكم في الثانوية الصحية الأولى في مدينة عفرين. هذه الثانوية قامت بالتنسيق والشراكة مع قطاع مع مديرية التربية والتعليم في غصن الزيتون، وهي أول ثانوية على مستوى سوريا والمحرر. الطالب فيه يسجل فيها بعد شهادة التاسع، عنا 10 و11 وبكالوريا إن شاء الله السنة الجاي. فمن ميزات الثانوية هاي الطالب اللي بتخرج من عنا يحصل على الشهادة الثانوية الصحية، شهادة معترف فيها على مستوى المحرر على مستوى تركيا كمان. وميزة تانية لهالثانوية هاي الطالب الحاصل على الشهادة بيحسن يفاضل فيها على الكليات الطبية والمعاهد الطبية بمفاضلة خاصة إن شاء الله، وذلك عن طريق التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وبين وزارة التربية إن شاء الله قريبا. والميزة الثالثة أن الطالب كمان كأنه شهادة نفس أما الفروع الثانية كحقوق كاقتصاد الآداب الأدب الإنجليزي فروع الثانية، فبيحق له يقدم عليها مثله مثل شهادة الثانوية العلمية نفس الأمر، فما بيختلف شيء. عندنا المنهاج نحن المنهاج الموجود حاليا المنهاج السنوي الموجود بالمدارس العامة العادية، بالإضافة إلى منهاج طبي يدرس من كادر طبي أكاديمي مختص بالمنهاج. ومثل ما قلنا المدرسة بناء على شراكة مع مديرية التربية والتعليم، والمشروع هذا موجود في الدول المتطورة مثل تركيا وأوروبا، فأسوة فيهم عملنا بهذا المشروع إن شاء الله خطوة موفقة لجميع الطلاب. ونحن بنستقبل الطلاب من جميع المناطق، من عزاز، من ادلب، من درع الفرات، ما عندنا اي مشكله. فما كل ما هنالك شرط القبول شهاده التاسع يكون معه والعمر تحت ال 20 سنه 18 سنه، والسنه هاي في استثناءات باعتبارنا اول سنه موضوع العمر، يعني في عندنا استثناء بشرط العمر. اما في السنه القادمه راح يكون اليه القبول عندنا بالثانويه على معدل خاص شهادة التاسع، ويكون في علامة اختصاصية لمادة العلوم والرياضيات اللي بده يجي يسجل هون. فهالسنة استثنائية ونتمنى التوفيق لطلابنا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم. قالتي ولا قالت؟ قالت. حركنا بإيش؟ كسر. حركنا بالكسر. ننتقل إلى الأمر الآخر وهو الفعل. جيت للثانوية الصحية طبعا بعد ما نجحت بالتاسع، لاني سمعت انه لها مفاوضات ومستقبل باهر. فانا عم مهد علميا مشان باذن الله ادخل كلية الطب واصير طبيب جراح. اول طريقة جدوى، الطريقة الثانية بالشكل البياني. برضه بالشكل البياني.
كان وزانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانا. فنأتي واحد كان بعدين